باقا تحت ترى المشكل دارت في القبر ديال هاد النجاره هادي. الصراحه برافو للوقايه المدنيه، النجاره الا مشات تشوفها فيها العافيه ما كتطفاش تقريبا غتكون شي 6 متر. شوف ورك عليها صافي مزيان. شوف حاول دير شي حاجه صافي خليها صافي. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في هذا البث العاجل مباشر من مدينة الدار البيضاء. الحمام اللي تحرق منطقة أناسي مدينة الدار البيضاء، خسائر مادية كبيرة كيف ما كتشوفوا معنا. هذه السيارة هذه حتى هي تحرقات، هذه السيارة هذه حتى هي تحرقات أمامنا كيف ما كتشوفوا معنا في الصورة. كانت مبلاصية حدا هذا الحمام هذا، يعني كيف ما كتشوفوا معنا لحدود ساعة رجال الوقاية المدنية كيحاولوا يسيطروا على هذه الحريقات. يعني هاد السيارة هادي حتى هي شدات فيها العافية كيف كتشوفوا معنا. كيف كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام، هاد السيارة حتى هي تحرقات. خسائر مادية في هاد اللحظات كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. عناصر الوقايه المدنيه مازال كيبذلوا المجهودات ديالهم باش يحاولوا يسيطروا على هذه الحريقه. خسائر ماديه على السياره وخسائر ماديه هنايا في الحمام. يعني بطبيعه الحال القيمه ديال هذا الخشب هذا الثمن بشحال كيجيبوه. وكيف ما كتشوفوا معنا عناصر الوقايه المدنيه لازال مستمرين في عمليه اخماد هذا الحريق هذا. هذا الحريق هذا اللي شعل صبيحه يوم في صباح الباكر من صباح يومنا هذا. كيف ما كتعرفوا ان العود صعيب باش تطفى فيه، العود صعيب باش تطفى، يعني مش ساهل باش تطفى، خصوصا فينا النجاره فالعافيه بقات شاده من التحت ولا تكون شاعله من الوسط، فالعود كتخبى فيه العافيه ويقدر يعاود يشعل. لهذا كيف ما كتشوفوا معنا عناصر الوقايه المدنيه مازال متواجدين بعين المكان. يعني كيف ما كتشوفوا معنا هذا الخشب هذا ايضا هنا الداخل. يعني هاد النجاره هادي صعيب باش تطفى فيها، هاد النجاره صعيب خصوصا العود كيف ما كتعرفوا العود صعيب باش تطفى فيه. يعني التعليمات من طرف عناصر الوقايه المدنيه مشكورين. هذا هو الحمام هنا فين كيسخن الحمام. الجوات مازال مستمرين في عمليات إخماد هذا الحريق. حدود ساعة والأزيد من 3 ساعات هما عناصر الوقاية المدنية يحاولوا يسيطروا على هذا الحريق هذا كيف ما كتشوفوا معنا. دخلوا بالاكسجين باش حاولوا يدخلوا باش يطفيو، يعني كيف ما كتشوفوا معنا معدات ديال الاكسجين هي هذه. دخلوا بالاكسجين باش حاولوا يدخلوا للبلاصه منين كيسخن الحمام. شعلات في العود، شعلات ايضا في واحد السياره كانت مركونه هنايا. هذا هو الاكسجين ديال رجال الوقايه المدنيه. هذا هو الاكسجين ديال رجال الوقايه المدنيه، وايضا تعليمات كيف ما كتشوفوا معنا الان اجتماع ديال عناصر الوقايه المدنيه هنا بعين المكان. الحمد لله ما وقعت شي كارثه ولله الحمد. لان مشاهدينا الكرام غادي نودعكم الان، نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء. دقيقة من الوقت عاود لنا شنو اللي وقع. صافي مد هادشي اللي بغينا غنشلك معاك رمشي. عافاك شنو اللي وقع هنا، شنو وقع هاد الحمام هذا؟ خويا ملي فقنا حنايا انا كنت صليت الفجر وقعد مشى القران درتو في البنيه، وملي ديك السبعه جا السيد جا تيجري قال لك راه العافيه شاعله في الحمام، هبطنا بقينا تنجريو وشفنا الصوره وتنقوو في الماء. كانت العافيه شاعله بزاف، وخارجه من هنايا. كان الحمام كان عامر ولا كان خاوي؟ بنادم الناس. لا ديك الساعه باقي منين ما كاينش شي جوج الناس يلاه دخلوا هذيك الساعه. شي جوج الناس، يعني فاش شعلات العافيه خرجوا ولا بقاو؟ لا هما كاع ما صابوا الخبار هذوك اللي دخلوا. ما خبرهمش واش العافيه شاعله. انتم اللي بقيتوا مقاتلين باش تنحوا في الماء وتنعمروا في السوله، والجيران تا هما لازمهم بخير تا هما تيعمروا في الماء وتنقوو في الماء. تجاو الناس الوقايه تجاو. يعني معاش وقع هادشي تقريبا وقع هادشي مع السبعة ونص 8. السبعة ونص 8. الحمد لله ما كاينش خسائر حتى واحد. لا لاباس الساعه الحمد لله ما كاينش خسائر بنادم. لا ما كاينش، فقط خسائر ماديه. العود. تقريبا شحال كيتشرى؟ والله ما نكذب عليك ما نعرفش، يعني ما كاينش خسائر الكبيره. انا خدام داخل فوق ما عرفتش هادشي. على سلامتكم. شكرا. الله يحفظك. اذا كيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام، كيف ما سمعتوا التصريح ديال احد العاملين بهذا الحمام هذا.